من سوريا هربا من بطش حزب الله اللبناني والنظام السوري واجوا دخلوا الاراضي اللبنانيه. مع الاسف الجيش اللبناني الان لازم يسال نفسه، لازم يسال كيف السوريين دخلوا الى الاراضي اللبنانيه، وهو كان شاهد عيان على دخول ميليشيا حزب الله اللبناني الى الاراضي السوريه، دخل بسلاحه وباعداده الكامل من لبنان الى سوريا، وتم تهجيرنا نحن كابناء القصير وقت اللي كنا بالقصير وبالقلمون بمضايا والزبداني. حزب الله والجيش اللبناني هن شركاء بتهجير السوريين من هاي المناطق.